الإجابة عليه، جزء أساسي من هذا السؤال تمت الإجابة عليه، خاصة حول كيف تبدو العلاقة. شو أنا هلا بدي أبدأ من جديد إن شاء الله مش رح أبدأ. على كل حال، الأسئلة للمناقشة كما قلت في هذه الجلسة للتفاكر وتبادل الأفكار هي: هل يمكن تنسيق موقف عربي في سياق علاقة عربية تركية؟ وماذا تعني العلاقة العربية التركية بالنسبة للعرب وكيف يمكن أن تكون؟ ثانيا: هل يصلح النموذج التركي بالنسبة لعلاقة الحركات الإسلامية في الوطن العربي مع فكرة الدولة الديمقراطية؟ خلوني أفصل إخواننا، أنه نعم كل جاء أخ من الحاضرين 3 إلى 5 دقائق يعطينا رأيه في هذه الأسئلة. إحنا ندرك أن المشكلة الأساسية في علاقات العرب مع أنا عارف إيران أو تركيا أو آسيا أو الولايات المتحدة هو غياب النحن، يعني نقول نحن من، نحن من، من نحن؟ يعني نحن كيان سياسي، نحن حالة ثقافية، نحن كيانات متخاصمة. ولذلك مش المطلوب في هاي الجلسة اللي هي جلسة تبادل فكري أن نقول هذا الكلام، إنه ما في نحن، هذا بنعرفه إخوان، وقلنا في أوراقنا إنه الدول العربية ليست منسجمة في موقفها من القضايا الرئيسية اللي بتواجه المنطقة، إن كان علاقاتها مع التجمعات الإقليمية، كان علاقاتها مع الولايات المتحدة، إن كان حتى بالنسبة للصهيونية. الأخطر من ذلك أنه ما في انسجام دائما بين الرأي العام والدول الحاكمة. نحن نعرف، نحن نتحدث عن دول ديمقراطية، في بعض الحالات بيحصل تقاطع بين مزاج الرأي العام وسياسات الأنظمة، ولكن ليس لأن الأنظمة تعكس الرأي العام أو ترى أن هذه وظيفتها. يحصل تقاطعات محددة بين مواقف الأنظمة ومصالحها وبين المزاج العام بالشارع، هذا لا يسمى تمثيل الرأي العام. الآن نحن نريد أن نفترض مصلحة عربية ونبني على أساسها، هذا قصدي أنا. وأنا أعتقد أن هذه مهمة المفكرين المثقفين في هذه المرحلة التاريخية للشباب بنظروا لنا، أنه يعني ماذا عندكم لتقولوا، ماذا تطرحون، ما هو المستقبل الذي تطرحون. ولذلك التأكيد هو على افتراض أن هنالك مصلحة عربية، كيف بناء على هذه المصلحة يجب أن تبدو العلاقة أو يمكن أن تبدو العلاقة العربية التركية، خلافا للتصورات الرائجة على مستوى الرأي العام، خاصة وأنه كما قلنا في بداية المؤتمر في كثير من الحالات ونتيجة لغياب كيانية سياسية عربية يستعاض عنها أحيانا بأحلام الزعيم أو الكاريزما أو الرغبة في وجود منقذ وزعيم واحد، ولذلك شخصنة الأمور عندما يتم العلاقة مع الدول الأخرى نتخيل أنها أيضا تدار بالشكل الذي نحلم به أن يكون زعيم. بالتالي تم أنا باعتقادي ارتكاب خطأ كبير بشخصنة العلاقة مع تركيا في شخص أردوغان ورئيس الحكومة، ومحاولة إسقاط أمنيات عليه كنا نتمنى أن تكون في الزعماء العرب، فضيعنا فرصة رؤية السياسة التركية على حقيقتها، أن الحديث هو عن حزب وعن حزب من تكنوقراط و ومناضلين ورؤساء بلديات سابقين ومحترفي سياسة من كل الأنواع. النهاية ده حزب بالمعنى الحديث للكلمة، همه الأساسي أن يربح الانتخابات القادمة، مش همه الأساسي أن يقود العرب إطلاقا يعني. بالتالي همه الرئيسي كان كما يجب أن يكون هم الزعيم العربي هو الرأي العام التركي، مثل ما لازم يكون هم الزعماء العرب الرأي العام العربي مش التركي. وذلك نصاب بالصدمة أحيانا عندما ندرك أنه في هموم عند هذا الحزب ليس على رأسها القضية الفلسطينية. طبعا مهم أنه حصل تغيير بالموقف الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المشرق العربي وتجاه العرب، ولكن يبقى في النهاية حزب في دولة أمة نيشن ستيت تركية يريد أن يخوض فيها الانتخابات وأن يقودها بناء على برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي، والجديد هو أن لديه برنامج اقتصادي وسياسي ولديه تصور. نحن نتحدث عن حزب لديه تصور، ولأن لديه تصور وفاز في انتخابات بدورتين 3 يستطيع أن يقود البلاد باتجاه محدد.
هذا على فكرة ما لا يتوفر الآن حتى بعد أن تقوم ديمقراطيات عربية. لا يوجد لدينا في الديمقراطيات العربية المقبلة حزب سياسي يستطيع أن يقول أنه سيفوز بثلاث انتخابات متتالية ويطبق في الدولة منهجا تم التوافق عليه مع الرأي العام بشكل مسبق أو يصوت له الرأي العام، لكي تبدو مثلا مصر بهذا الشكل وليس بهذا الشكل وليس بهذا الشكل. هذا موجود في تركيا وهذا فرق كبير طبعا. وبالتالي حزب يستطيع أن يخطط ثلاث دورات انتخابية، كيف سيبدو الجيش بعد 15 عام، كيف سيبدو القضاء بعد 10 أعوام. هذا فرق كبير بين هذا وبين انتفاضة شعبية تقود إلى إصلاح النظام من قبل رجالاته. لديه خطة، يستطيع أن يقول الجيل الثاني من القضاء لن يكون معاديا للتيارات الإسلامية، أو الجيل الثاني من ضباط الجيش الكبار لن يعودوا، وبالتأكيد سيحقق ذلك إذا فاز كمان انتخابات ثالثة. لدينا كما قلت إذا نموذج في تقاطعات مصالح بينه وبين الأمة وقضاياها، في بعض الحالات أدى لإحراج أنظمة عربية كثيرة عندما ظهر نظام غير عربي يبدو أكثر بين قوسين كبرياء في التعامل مع القضايا العربية والإسلامية منها حتى بالنسبة لقضية فلسطين، ولم تخفي هذه الأنظمة امتعاضها وانزعاجها من هذا الوضع. هنا تبدو الكاريزما كحالة نقص، كحالة كحاجة، يعني واضح أن الأمة العربية يعني مرات تطرح الكاريزما من قلة ما في زعماء عرب، تنظر للزعماء الآخرين وتسقط عليهم آمال وأحلام ليس بالضرورة أن تكون قائمة في الواقع، ولكن مجرد هذه العملية تدل يعني تعكس أو تصور وضعنا أكثر ما تصور وضع تركيا. وعموما إخوان الأفكار العربية حول تركيا تعلمنا الكثير عن العرب أكثر ما تعلمنا عن تركيا. ما أقرأ وأسمع عن تركيا يعلمني الكثير عن مجتمعنا وكيف فكر أكثر ما يعلمني عن تركيا. طبعا هذا المؤتمر استثناء لأنه فعلا قدمت فيه أوراق علمية، فعلا قدمت فيه أوراق علمية عن تركيا. إذن السؤال المطروح هو كيف يمكن أن تبدو العلاقات لو كانت لدينا بلورة لمصلحة عربية مشتركة توافق عليها الأمة. يجب أن نقدم لشباب الأمة أخواتي وإخواني فيجن، رؤية، هي وظيفتنا أنا بعتقد بعد المؤتمرات العلمية. يعني هنا بيجي جانب المثقف مش المتعلم، جانب مش المتخصص وإنما المثقف المهتم بقضايا الأمة. يجب أن نقدم فيجن وخاصة في هذه اللحظة التاريخية اللي فعلا في أمة هائجة وفي فراغ من حيث دور المثقفين في الثورات الرائجة. نستطيع أن نتحدث عن ذلك طويلا لكن هذا موضوع آخر. ماذا كان بالضبط دور المثقفين في هذه اللحظة؟ المثقفين بيستنوها من 30 عام، أتت وارتبكوا، عندما أتت ارتبكوا. نقطة ثانية اللي هي هل يصلح النموذج التركي للمحاكاة بالنسبة لعلاقة الحركات الإسلامية في الوطن العربي مع فكرة الديمقراطية؟ هنا أيضا إخوان نتيجة لوضع الحركات الإسلامية في العالم العربي، نتيجة للملاحقة المتواصلة والاضطهاد ولعدم مشاركتها في العملية السياسية بأي شكل معقول، أنا بعتقد حصل رغم الإفراط الأيديولوجي عند الحركات في فقر سياسي بالطبع عند الحركات الإسلامية، لم تجرب السياسة ولم تعمل بالسياسة، يعوض عن ذلك بإفراط أيديولوجي في الشعار في الكذا إلى آخره. أمامنا حزب نشأ من تيار حركة إسلامية سياسية ولكن باعتقادي أخذ قرار تاريخي بأن يتحول إلى حزب وطني تركي له طابع إسلامي، له هوية إسلامية. عبر الهوية الإسلامية أو الطابع الإسلامي هو يقول رسالة بشأن رؤيته للمجتمع التركي بالمستقبل وليس بشأن علاقة الدين والدولة في تركيا، وإنما يقول رسالة بشأن هوية تركيا في العالم في المنطقة في علاقتها مع أوروبا وليس بشأن علاقة الدين مع الدولة، ما عدا في قضية واحدة رئيسية هي التخفيف من العلمانية المغالية التي كانت قائمة والتي لا ترى مكانا للدين ليس في الدولة وإنما في الحيز العام بشكل عام. مشكلتنا مع العلمانية الفرنسية والتركية كما كانت رأي ليس أنها لا تريد الدين أن يتحكم بالدولة، مصطلحات طبعا عام، مصطلحات دارجة، هي ليست مصطلحات علمية إطلاقا اللي أقول، وإنما الرغبة بإخراج الدين من الحيز العام، وهذا أمر يكاد يكون مستحيل في كافة المجتمعات. بإمكان الحديث عن تحييد الدولة في الشأن الديني ولكن من الصعب الحديث
عن أن الدين شأن خاص بير إكسلانس ليس له علاقة بالساحة العامة بالفضاء العام للمجتمعات، لأن الدين هو حالة اجتماعية إخوان، ليس حالة فردية. في نهاية الأمر الدين هو حالة اجتماعية وظاهرة اجتماعية، لكن هذا موضوع لا أريد الآن أن أدخل فيه. بالتأكيد في لدى حزب العدالة والتنمية ما يقوله بالنسبة للرغبة في إقصاء الدين من الحيز العام، ولكن بالمجمل بالمحصلة التاريخية وبعد باعتقادي إذا كان الإنسان عنده رؤية استراتيجية يستطيع أن أقول أنه خلال سنوات لن يبقى هنالك فرق كبير بين حزب العدالة والتنمية والحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. يعني هذا إسلامي قد ما هذاك مسيحي. حزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، المسيحية ليست كلمة هيك قيلت، هذا تعبير عن رأي اليمين في مقابل اليسار. لم يكن ممكنا صياغة كلمة اليمين في ألمانيا صياغة قومية بعد النازية، وبالتالي كانت الصياغة الأقرب إلى ذلك أن تقول لتيار محافظ ليبرالي مسيحي، هوية مسيحية في مقابل اليسار الاشتراكي اللي اتهم بالإلحاد في أوروبا. هنا كان تعبير عن هوية للتيار المحافظ، ولكن ليس بالضرورة لعلاقة الدين بالدولة إطلاقا إطلاقا، فيش فرق بينهم بالنسبة لعلاقة الدين بالدولة. أنا أعتقد أنه هذا نحن أمام حالة شبيهة. هل التيارات الإسلامية اللي كانت تتوق إلى الوصول إلى السلطة، طبعا أعجبت بالنموذج التركي، ولكن باعتقادي أسقطت عليه أمنياتها هي فيما يتعلق بالتيارات الإسلامية. التيار الإسلامي الآن في تركيا خلافا لحزب السعادة وكل ما حوله، هي هذاك هناك حديث عن إسلام سياسي ويشد به نحو ذاك بواسطة تخسيره أصوات في الانتخابات، ويتنافس معه تنافس حقيقي في الانتخابات على الفئات المدينة في المجتمع التركي. ولكن الحزب اختار أن يقبل دولة علمانية لم يبنيها هولا، ورثها دولة. حزب العدالة والتنمية جاء إلى دولة مبنية قائمة فيها مؤسسات وفي تمايز للدولة عن المجتمع، يعني في كيان اسمه الدولة، لا يستطيع حزب أن يدخل ويقلبه، يدخل يحكم ويخرج، في كيان اسمه الدولة. يعني الكثير من سياسات حزب العدالة والتنمية، الكثير من سياسات حزب العدالة ما زالت سياسات حزب برأيي لم تصبح بعد سياسات دولة في تركيا. يعني هي قائمة طالما هو قائم، لم تدخل في الجيش ولم تدخل في كيان الدولة وفي مفهومها للأمن القومي، وربما بعد فترة هنا في عملية جدلية قد تتحول إلى جزء من فهم الدولة التركية للذات، ولكن ما زالت سياسات حزب في دولة في تركيا. جهاز القضاء فيها متمايز عن الحزب الحاكم، الجيش فيها متمايز عن الحزب الحاكم إلى آخره. وأنا أعتقادي هذه الجدلية سيحصل فيها تغييرات، ولكن هي قائمة في هذه العناصر موجودة ومتمايزة خلافا للكثير من الدول العربية. الحركات الإسلامية في الوطن العربي لم تمر بهذه العمليات بعد، ولا في عملية التمردات. هنالك مثلان قريبان وقادتهما أيضا يقولون صراحة أنهما قريبان من الحالة التركية، وهما حالة تونس والمغرب، حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة في تونس. لهما أصول أخرى، لهما طريق آخر. لا أريد الآن، نحن لا نريد الآن نتخصص في الحركات الإسلامية، فقط نريد أن نسأل هل النموذج التركي مفيد لتصور هذه الحركات لذاتها وعلاقتها مع الدولة وعلاقتها مع الدولة؟ أنا جواب الخاص نعم مفيد، مشان أكون واضح، رغم كل اللي بدأ أقوله أن الحركات الإسلامية هذا شيء وهذا شيء وتاريخها مختلف، تصورات الأيديولوجية مختلفة، والدولة العربية مختلفة عن دولة تركيا، ولكن باعتقادي قدم نموذج ألهب خيال شباب الحركات الإسلامية في الوطن العربي.